دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده واللي هنعرفها في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر محرم تحت عنوان القرآن الكريم كتاب رحمة، وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة والمدة المحددة. النهاردة النجم راغب علامة والنجمة نانسي عجرم هيحيوا حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العالمين في دورته الأولى تحت عنوان العالم عالمين. النهاردة هينظم مركز إبداع بيت السحيمي في شارع المعز والتابع لصندوق التنمية الثقافية في تمام الساعة 8 العرض الجديد لمسرح خيال الظل والأراجوز اللي بتقدمه فرقة ومضة لخيال الظل. النهاردة لعشاء الكرة العربية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية. هيلتقي شباب لوزداد الجزائري مع الرجاء المغربي الساعة 4 العصر، وفي السادسة هيلتقي الزمالك مع اتحاد المنستلي التونسي، وفي الثامنة هيلتقي الكويت الكويتي مع الوحدة الإماراتي، وفي العاشرة هيلتقي النصر السعودي مع الشباب السعودي.